نبدأ جولتنا بالعنوان الرئيسي لصحيفة الأهرام، 70% من الموازنة الجديدة للأجور والرواتب والدعم. قالت الصحيفة إن مجلس الوزراء سوف يناقش يوم غد في اجتماعه برئاسة الدكتور أحمد نظيف مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2010-2011 بعد أن انتهت وزارة المالية من إعداد المسودة الأولى لمشروع الموازنة. وقالت الأهرام إنها علمت أن نسبة 70% من اعتمادات الموازنة سيتم توجيهها للمحافظة على البعد الاجتماعي من أجل زيادة الأجور والرواتب ودعم السلع الأساسية، حيث ينتظر أن ترتفع الأجور والرواتب إلى 95 مليار جنيه بزيادة تبلغ 10% عن العام المالي الحالي.